من باريس ينضم إلينا عبر سكايب دكتور يونس بالفلاح، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، ومن الرباط سيد إدريس الكمبوري خبير شؤون مكافحة الإرهاب. أبدأ معك دكتور يونس، يعني ماكرون يجتمع مع أئمة المسلمين لبحث تشكيل مجلس أئمة وإصدار ميثاق للقيم الجمهورية، هل برأيك هي محاولة احتواء وترميم أم إحكام للسيطرة عليهم؟ تحية طيبة. لا، أنا أظن أنه هذه النوعية من الإجراءات ربما هي كانت أصلا مقررة بالنسبة للرئيس الفرنسي، لأن الرئيس الفرنسي عنده توجه ورؤية في هذا الموضوع، هو أنه يريد ترسيخ مفهوم إسلام فرنسي في الجمهورية. بالمناسبة هذا ليس بأمر جديد، يعني هذه النوعية من الإجراءات كانت تم طرحها أيام الرئيس ساركوزي، وبحكم على أن ربما حتى الرئيس ماكرون يتبنى نفس أفكار ساركوزي ويستعمل نفس الطاقم الذي كان يشتغل مع ساركوزي، فعنده هذه النزعة اليمينية في مسألة إدارة الشؤون الدينية في فرنسا. ففي هذا الصدد يتم اتخاذ مجموعة من القرارات اللي هدفها الرئيسي هو محاولة استقلالية الشأن الديني عن باقي الدول التي تتدخل في هذا الشأن، لأنه ربما الدول المغاربية كانت تتدخل دائما، لكن التخوف أو ربما المسألة الجديدة خلال الفترة الأخيرة كانت هي تدخل بعض الدول الخليجية، وأقصد هنا قطر، وكان كذلك تدخل كذلك تركيا. فهذه النوعية من التدخل وتضخم حالة الإخوان المسلمين، باعتبار على أن ربما الأرقام اللي كانت صدرت من مجموعة من مراكز الأبحاث الفرنسية كانت تحدث على أن أكثر من 2100 مسجد وقاعة صلاة فيها 700 تابعين لتنظيم الإخوان المسلمين بشكل مباشر. فاليوم الرغبة الفرنسية هي مسألة أن يكون هناك تجديد أو في مسألة الخطاب الديني. بهذا الصدد يأتي قرار مسألة الأئمة وتكوين الأئمة في الداخل الفرنسي. مسألة المشروع، بمعنى أن يتم فصل أي مشروع ديني عن أي تفاصيل أو عن أي مشروع سياسي. وكذلك النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة هي مسألة التمويل، بمعنى أن يضمن فيما بعد استقلالية لهذا التمويل، يعني أن يتم تمويل مراكز إسلامية في فرنسا من مسلمي فرنسا. نشرك معنا سيد إدريس. سيد إدريس، إلى أي مدى من الممكن أن ينجح هذا الميثاق في محاربة التطرف والإرهاب والحاصل في فرنسا؟ نعم، أنا أعتقد بأن يعني هذا القرار اليوم الذي خرج به يعني مانويل ماكرون ليس جديدا كما قال ضيفكم الأستاذ يونس، وعمليا يعود إلى 2016 عندما بادر فرانسوا هولاند إلى إنشاء مؤسسة الإسلام الفرنسي وعهد بها برئاستها إلى وزير الداخلية الأسبق جون بير شوفينمان. هي المؤسسة ما زالت موجودة، وكان من بين صلاحياتها إعادة أو تكوين الأئمة ويعني منحهم شهادات جامعية وتلقينهم قيم الجمهورية إلى آخره، يعني كان الهدف هو التكوين الثقافي للأئمة. الآن ماكرون يطرح مسألة أخرى وهو إنشاء مجلس خاص للأئمة الفرنسيين، يعني أبعد ما يكون عن هذه المنظمة. إذن لو انطلقنا مما قام به ساركوزي ثم هولاند ثم اليوم ماكرون، نجد أن هناك تخبطا في المواقف الفرنسية إزاء ماذا يمكن القيام به تجاه الإسلام الفرنسي من أجل ضبطه أو من أجل تنظيمه. إذن هذا التخبط يعني أن هناك غياب الرؤية، وطبعا إذا كانت هناك الرؤية غائبة طبعا النتائج سوف تكون غير مكتملة. إذن من هنا أنا أعتقد بأن هذا المشروع لن ينجح تماما، لانه مجلس الديانه الفرنسيه الان طيب ما هو شكل الاستجابه المنتظره من قيادات المسلمين. الدين الاسلامي في فرنسا سيد ادريس؟ لا يمكن توقع يعني درجات استجابتهم لهذا المشروع. هناك يعني جمعيات او فيدراليات سوف تتعاطى بشكل ايجابي مع هذا المشروع، وهناك اطراف اخرى تابعه لدول اخرى سوف ترفض، يعني مثلا الجمعيات التابعه لجمعيه الاخوان المسلمين هذه بالتاكيد اوتوماتيكيا سوف ترفض هذا المشروع. الجمعيات التابعه لتركيا طبعا سوف ترفض هذا المشروع. لماذا؟ لان في عمق هذا المشروع هناك اعتراف بقيم الجمهوريه، اعتراف بالعلمانيه، وطبعا هؤلاء سيرفضون هذه الصيغه. طيب سيد يونس، هل تعتقد ان هذا المشروع سيفشل مثلما يرى سيد ادريس؟ يعني نجاح او فشل هذا المشروع مرتبط ليس فقط بالداخل الفرنسي، يعني ليس فقط بالاستجابه مهمه طبعا المجموعه من المنظمات، لكن اظن على ان
هذه الدول نفسها اللي هي تتدخل في الشأن الديني الفرنسي لديها مصالح وتهدف من خلال تدخلها إلى التأثير في مسلمي فرنسا أو حتى فيما بعد التأثير في السياسة الفرنسية، لأنه ربما مواجهة تركيا في هذه المسألة هي لا تأتي فقط لأن تركيا تدعم مساجد معينة، ولكن لأنه كان يتم استعمال مساجد وتنظيمات تابعة لتركيا لأغراض إما تطرف أو لأغراض مرتبطة حتى بمجال الاستخبارات. يعني الحديث مثلا عن لما تم إغلاق جمعية بركة سيتي أو إغلاق التجمع المناهض للإسلاموفوبيا، والاثنين كان يتم تمويلهما من طرف قطر ومن طرف تركيا، لم يكن لأغراض أنهما يدعيان للتطرف، ولكن كان لأغراض اشتباه مجموعة من عناصرهما بتنظيمات أو إرهابية أو حتى بعمليات استخباراتية تقوم فيها تركيا في الداخل الفرنسي. في نهاية المطاف الشأن الديني في فرنسا على مر التاريخ كان دائما مرتبط بالسياسة ومرتبط على وجه التحديد بالسياسة الخارجية الفرنسية بعلاقة، ولكن فرنسا السؤال هنا لماذا يتم رفض ميثاق يتعهد الموقعين عليه باحترام القيم للجمهورية الفرنسية؟ هذا هو السؤال، لماذا يتم رفض هذا الميثاق؟ يعني الرفض هناك لأسباب مرتبطة بقناعات، لأنه في لغاية اليوم من هم في فرنسا يرفضون هذه القيم الجمهورية، يرفضون مسألة العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وفي كذلك الرفض اللي هو بغرض أغراض سياسية بالبحث عن مكتسبات سياسية. تنظيم الإخوان في فرنسا هو تنظيم قوي جدا وعنده حضور لمدة سنوات، شأنه شأن باقي الدول الأوروبية وأبرزها ألمانيا. طيب سيد إدريس، فرنسا نعم. تدفع فاتورة أنها ضخمت هذا التنظيم، تركت له المجال لعقود، فاليوم هي تدفع فاتورة هذا التأخر في التعاطي مع هذه المسألة. طيب سيد إدريس، من هي الجهة التي قد ترفض هذا الميثاق برأيك؟ إن هذه الجهة التي يعني طبعا هي أولا تركيا لديها استراتيجية هي مواجهة الاتحاد الأوروبي في عمقه العقائدي، بمعنى أن هي تطرح الإسلام في مواجهة المسيحية. يعني طوال عقود كانت هناك يعني وعود بضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم مع حزب عدالة والتنمية منذ سنة 2002 حسم الأمر هذا الحزب الإسلامي، بحيث أنه يدرك بأنه لن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي نظرا للبنية العقائدية المسيحية، وهذا طرح في يعني في عهد شيراك عند صياغة الدستور الفرنسي العمق المسيحي لأوروبا. إذن تركيا حسمت الأمر وأصبح الإسلام في أوروبا كلها وليس في فرنسا نوعا من العمق الاستراتيجي لها، نوع من الرهان السياسي والاستراتيجي في المواجهة بين العثمانية الجديدة وبين أوروبا المسيحية التي تستيقظ الآن من خلال الإسلاموفوبيا، من خلال اليمين المسيحي المتشدد إلى آخره. إذن هناك تطورات كبيرة جدا و لنقول خطيرة في البنية الدينية في أوروبا كلها، الإسلام نعم. جزء منها، والآن نحن دخلنا يعني مرحلة القلاقل، دخلنا مرحلة المشاكل، وأنا أعتقد القرار الفرنسي وبداية هذه المشكلات عوض أن يكون بداية الحل. نعم سيد إدريس الكنبوري كنت معنا من الرباط، ودكتور يونس بالفلاح كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لكما.